السلام عليكم، أنا زميلتكم رشا الخطاط من كلية الصيدلة بجامعة اليرموك، مكملة معكم في شرح مادة البيولوجي لهذا الفصل. أخذنا في البارت الأول من شابتر 9 عن cellular respiration، أخذنا موضوع الـ NADH، وأخذنا الـ redox reaction، oxidization و reduction reaction، وهلا حنبدأ في موضوع كثير مهم اللي هو cellular respiration. وهذا cellular respiration حندرسه بالتفصيل، بس مش التفصيل الممل، التفصيل الممل حنتركه لمادة البيوكيمستري، إن شاء الله حتاخدوها على خير لقدام. تمام. أوكي، the stages of cellular respiration، إيش مراحل التنفس الخلوي؟ طبعا مراحل التنفس الخلوي إنه أنا حتى أطلع من الجلوكوز إنرجي بتمر بمراحل، مش ستيب واحدة، مراحل. في عندي glycolysis، هو أنا بجيب الجلوكوز اللي عندي بكسره لـ 2 بايروفيت، يعني بايروفيت 1 وبايروفيت 2. جلوكوز هيك 6 كربونات، بنقسمه لثلاث كربونات ثلاث كربونات، كل ثلاث كربونات بنسميهم بايروفيت. شو بيميزهم عن مثلا الجليسرالدهايد وهدول الدايهيدروكسيسيتون؟ هدول بيكونوا فيهم إشي جروب بزيادة، فانكشنال جروب زيادة، فعشان هيك ما سميناهم هذاك الاسم. تمام، هون اسمهم شو؟ بايروفيت. اوكي، هلا سيتريك اسيد سايكل، بدخل البايروفيت الوحدة على السيتريك اسيد سايكل، بيضل يكتمل تكسيرها وتكسيرها وتكسيرها. تمام، والبايروفيت الثاني برضه بندخلها هستريك اسيد سايكل، فبالنهايه كومبليت ذا بريك داون اوف جلوكوز. اخر شيء في عندي الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. اوكسيديتيف فوسفوريليشن هي مسؤوله عن تخزين معظم، يعني تصنيع معظم الاي تي بي، يعني الكل اللي بيصير بالجلوكوز والستريك اسيد سايكل هبل بالنسبه لهاي المرحله. هاي المرحله هي الاساس والحاسبه عشان تنتج اكبر كميه ممكنه من الاي تي بي. تمام، هاي فحكينا الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس بريك داون جلوكوز into two molecules of pyruvate. Citric acid cycle هو complete the breakdown of glucose، هي بتستمر في عملية تحطيم الجلوكوز. وفي عندنا الأكسيديتيف فوسفوريليشن، هاي مسؤولة عن أكبر كمية من الـ ATP. تمام، شوفوا علي كيف. هلا أنا في عندي بالسيتوسول، يعني في عندي جلايكوليسيس حيصير. تمام، مش رح يصير انترسيلولار ممبرين جوات الميتوكوندريا، لا، بالسيتوسول حيصير عندي جلايكوليسيس. تمام، الجلايكوليسيس حيحول الجلوكوز للبايروفيت. تمام، في عنا الـ NADH هون ممكن تشتغل هيك. بعدين هذا البايروفيت حيصير له اوكسيديشن، الاوكسيديشن بصير شكله زي شكل الاسيتيل كو اي. هلا الاسيتيل كو اي رح يدخل على السيتريك اسيد سايكل، وهاد بتكون الالكترونات خلال NADH والFADH2، هو إشي زيادة. أما هون كان بالجلايكوز بس NADH، ما كانش ولا أي سيرة للFADH2. تمام، وفي عندنا آخر إشي الأكسيديتيف فوسفوريليشن، هون بيكون شوية دول الإلكترون ترانسبورت شين والكيموسموسيس، بالنهاية صار عندنا ATP. تمام، فهاي الصورة شو بتبين لي؟ بتبين لي إنه إحنا بالسيلر ريسبيريشن حنمر في ثلاث مراحل: glycolysis، citric acid cycle، و oxidative phosphorylation. تمام، اوكي. The stages of cellular respiration, the energy release is used to make ATP. هلا عملية إنتاج الطاقة تقريبا 90% أكثرها بتصير وين؟ خلال عملية الأكسيديتيف فوسفوريليشن. لأنه هناك في عندي، ليش أكسيديتيف فوسفوريليشن بالضبط؟ لأنه هناك بتشتغل صح قوة الريدوكس رياكشن، اللي هما شو؟ أكسيديشن وريدكشن رياكشن. تعالوا نراجعهم سوا. شو يعني أكسيديشن؟ يعني فقد الإلكترونات. شو يعني ريدكشن؟ يعني كسب الإلكترونات. وحكينا مين أهم إشي في إنتاج الطاقة؟ هو ترانسفير أوف إلكترونز، صح. A smaller amount of ATP is formed in glycolysis and citric acid cycle. فهدول بنسميهم مع بعض substrate level phosphorylation. تمام، في عندي glycolysis و citric acid cycle بنسميهم سوا substrate level phosphorylation. ليه؟ لأنه نتج كمية كثير قليلة من ATP. oxidative phosphorylation نتجت أكبر كمية ممكنة من ATP. تمام، for each molecule of glucose بتكسل لووتر وكربون دايوكسيد. تمام، وبيعطينا 32 molecules of ATP. تمام، شوفوا العدد كثير سفع، 32 ATP. طبعا في الامتحان بيجيبوا لك 32 36 20 28، اختر الجواب الصح، 32 ATP. شاطرين. على اللي بعد،
شوفوا كيف هلا سبستريت ليفل فوسفوريليشن شو يعني؟ يعني انه انا بدخل البرودكت تبعي سبستريت تبعي مش برودكت لا بدخل السبستريت تبعي، هذا السبستريت بيكون فيه فوسفات جروب، طبعا هاي الفوسفات جروب حتنتقل للاي دي بي، فبالتالي بيصير عندي سينثيسيس للاي تي بي. تمام، فعندنا الانزيم هو الاساسي في هاي العمليه، يعني لولا ما كان في عندنا انتاج للاي تي بي. سبستريت ليفل فوسفوريليشن موجوده في الجلايكولوسيس والسيتريك اسيد سايكل، بدها قاب يحكي فيها لا على اللي بعده. اوكي هذا السلايد مش مهم على اللي بعده. المهم هلا الجلايكوليسيس معناها لايسيس يعني تكسير، تكسير الجلوكوز. تمام، شوجر سبلتنج. اوكي بريكس داون جلوكوز انتو تو مولكيولز اوف بايروفيت. تمام، فالجلايكوليسيس وين بتصير؟ في السيتوبلازم او السيتوسول، ولها تو فيس. بصير في عندنا انرجي انفستمنت فيس وعندنا انرجي بايوف فيس. تمام، ما تستعجلوش على ذلكم، رح ندرسهم كمان شوي. الجلايكوليسيس ممكن تصير بوجود الأكسجين، ممكن تصير without oxygen. تمام، يعني هي most common بين الأيروبيك respiration وأنيروبيك respiration، يعني share between it between them. تمام، مشتركة. أوكي هاي شوف، الجلايكوليسيس عبارة عن 6 كربونات بينقسم لجزئين من البايروفيت، هدول بيكونوا 3 كربونات. تمام هلا الجلايكوليسيس بنقسم لعمليتين، في عندنا انفستمنت انه انا بستهلك، تحكي الخليه اسمع علي جاي، يعني مثلا انت رحت لاخوك تحكي له والله اسمع انا بدي ادخل مشروع استثمار، شو رايك تعطيني دينارين او 2000 دينار بالمقابل انا راح اطلع 4000 دينار، اول ما اطلع ال 4000 دينار راح ارجع لك هالدينارين تبعونك، قصدي ال 2000 تبعونك. هسه خبصت الدنيا، اطلع علي، اعتبروها دينارين مناش. المهم رحت على اخوك، حكيت لاخوك بدي دينارين، طيب يا اخوان؟ طيب. المهم حكيت له انا ببالي مشروع مع اصحاب صاحبي وهيك وبرجع لك اياهن. طيب كيف بدك ترجع له اياهن؟ لازم يكون عندك استثمار، صح؟ لازم الدينارين يزيدوا لاربع دنانير او يزيدوا اكثر من هيك عشان تربح، صح؟ صح؟ تربح ترجع اللي اخذته من اخوك وتاخذ الك لجيبتك. تمام؟ تمام. هسه هون الخلية بالجلايكوليسيس كانت ذكية جدا، راحت صار تحكي أنا بدي 2 اي تي بي. تمام، أعطوني 2 اي تي بي بس عشان أشتغل شغلي. تمام، أوكي حقول هوكي خذي ال 2 اي تي بي بس بدنا إياهن. حكت أبشروا، اشتغلت شغلها صح، طلعت 4 اي تي بي. حلو حلو، فالأربع اي تي بي 2 منهم رجعتهم، لا اللي دينتهم منهم، واثنين منهم صاروا شو؟ انتصار إلنا. حلو حلو. طبعا الجلايكوليسيس بتصير بوجود او عدم، مش في الامتحان تجي لكم الدكتوره وتحكي لكم او الدكتور يحكي لكم والله الجلايكوليسيس بتصير فقط بوجود الاكسجين. غلط، with or without عادي، فيش عندي اي مشكله. تمام تمام. هاي فشوفوا الجلايكوليسيس بنتج 4 اي تي بي، بيستهلك 2 اي تي بي، فالناتج 2 اي تي بي. حلو، الجلايكوليسيس برضه بينتج عنه 2 ان اي دي. تمام تمام، فلانه انا بيكون عندي اصلا NAD بلس. تمام، فال NAD بلس بيصير له ريدكشن، راح يكسب الكترونات وبصير NADH. فنواتج الجلايكوليسيس بصم، هاي المعادله بصم بصم بصم. 2 ATP 2 جزيئين ووتر، 2 جزيئين ووتر، 2 NADH 2 بايروفيت. لحد الان هون تمام تمام، احنا في السيل ريسبيريشن لساتنا في مرحله، تخيلوا معي السيناريو، لساتنا فوق في السيتوبلازم قبل ما ندخل على الميتوكوندريا. انا هناك عندي صار عندي جلايكوليسيس، بالجلايكوليسيس نتج لي 2 ATP 2 H2O 2 بايروفيت 2 NADH. بدها قاضي يحكي فيها لا 2 2 2 2 2 2. المهم فهي الجلايكوليسيس، تخيلوا معي 2 ATP 2 ووتر 2 NADH 2 شو؟ H2O. لا ما احنا ووتر حكيناها 2 ATP 2 H2O 2 NADH 2 بايروفيت. كفو، يلا شوفوا كيف الانفستمنت انه اخذت بين الخليه 2 ATP اوكي عشان تشتغل شغلها، فحكت خلص راحت نجت 4 ATP. فعليا اللي صفى لها بس 2 ATP. ليه؟ لو بدها ترجع للخليه 2، صح؟ صح، و 2 NADH و 2 بايروفيت بالنهايه
الجلوكوز بينتج عنه 2 بايروفيت و H2O 2 NADH 2 NADH حسها المهم 2 ATP 2 NADH 2 H بلس. هسه كونسبت 3 after pyruvate is oxidized the citric acid cycle completes the energy yielding oxidation of organic molecule. هلا طبعا وجود الاكسجين طبعا البايروفيت يدخل على الميتوكوندريا في الايكاريوتيك سيلز طبعا تمام مش يجيب لك في الامتحان والله بالبروكاريوتيك سيل بيصير عندنا سيتريك اسيد سايكل غلط بس باليوكاريوتيك سيل كيف استدلت عليها الميتوكوندريا مش موجوده يا جماعه الا في الايكاريوتيك سيل واصلا سيتريك اسيد سايكل وين بتصير جوات الميتوكوندريا خليكم ماشيين على المنطق هذا اللي بدي اياه في البيو بديش اياكم تبصموا افهموا فهم انا مش باصم الماده على فكره عشان هيك بتشوفوني قاعد بخربط بالارقام الارقام جوجلت وخلص بطلعهم انا دي اتش وابصر شو بطلعهم بس الفكره بالفهم بالموضوع الاساسي يلا اللي بعده المهم في وجود الاكسجين in the presence of oxygen البايروفيت حيدخل على الميتوكوندريا تمام هناك حيصير تكمله للاكسيديشن للجلوكوز تمام بيصير الاكسيديشن وجلوكوز تمام شو يعني اكسيديشن يعني يفقد الكترونات يا كبير المهم oxidation of pyruvate to acetyl CoA before the citric acid cycle قبل ما تبدا citric acid cycle لازم البايروفيت يتحول تمام لساتنا ها على باب الميتوكوندريا تمام الميتوكوندريا بتحكي لي والله ما بزبط يدخل معي البايروفيت لا انا ضد البايروفيت انا بدي حدا ثاني فبيصير ذاك هون في الموضوع بيجي الاسيتيل كو انزيم A بيحكي للبايروفيت انا راح ارتبط معك فبرتبط مع البايروفيت فبتصير عندنا اسيتيل كو A تمام بالنهايه هذا حيدخل على السيتريك اسيد سايكل وشو ويصير عندنا شو يصير عندنا انتاج للطاقه كبير ايوه المهم this is steps carried out by multi-enzyme complex بيسووا العملية وهيك يعني شطورين شو بيحكولك أنا هيك حيصير أول شيء حيصير عندنا oxidation of pyruvate تمام pyruvate هاد قبل ما يدخل على الخلية على الميتوكوندريا تمام قبل ما يدخل على الميتوكوندريا بيصير له oxidation بفقد كربون ديوكسيد صار شو عنده كربونتين لهون تمام وال NAD plus بصيرها reduction ل NADH تكسب إلكترونات صح؟ هاد كسب أكيد بالتفاعلات عشان لازم يكون عندنا redox reaction oxidation of pyruvate البيروفيت صار له oxidized وال NAD plus صارها reduced ال NAD plus oxidizing agent البيروفيت reducing agent كفو هلا هلا 2 كربون اللي ضلوا راح يرتبطوا مع الكوينزيم ويصير عندنا شيء اسمه أسيتيل كويا كبير تمام الحلو تخيلوا معي زي كأنه فيهم رسمة والله خابرة المهم هنا احنا في السيتوسول طبعا ممنوع يدخل على البكتيريا على جوات الميتوكوندريا البايروفيت ممنوع حرم عليه المهم بيجي هون بيطلع منه بيصير له اكسيديشن كربون ديوكسيد بتطلع تمام فهاد بيصير له ريدكشن NAD بلس بيصير NADH تمام فكو انزيم A بيطلع فبصير عندنا أسيتيل كو A شوف كيف الستركتشر S كو A وكربونتين تمام حلو جميل لاحظوا معي بس أنا بالبايروفيت أنا هون عم بحكي عن بايروفيت واحدة مش بايروفينتين أنا في الجلوكوز إلو 2 بايروفيت صح فبالنهاية حينتج عندي 2 NADH لأن البيروفيت الوحدة نتج عنها NADH واحدة 2 بيروفيت 2 NADH 2 NADH هدول مرتبطين مين الجلوكوز فيعني يا حبايبي لحد الآن ناتج عن عملية الجلايكوليسيس أو السيل ريسبيريشن لحد الآن قبل ما نبدأ بالسيتريك أسيد سايكل بالجلايكوليسيس نتج عندي 2 NADH صح ونتج عندي بس خلص بدناش و 2 بايروفيت 2 بايروفيت دخلوا في الاسيتيل كو اي وهيك فنتج عنهم كل واحد نتج عنها NADH فصار عندي بالنهايه لحد الان 4 NADH
سجلوا عندكم على الدفتر كم لحد الآن عندي؟ 4 NADH. تمام؟ تمام. أوكي حنبدأ بالسيتريك أسيد هاي كبير. المهم هلا في سيتريك أسيد سايكل برضو اسمها كريب سايكل. طبعا هون أنا لساتني عمالي مكملة في موضوع تكسير البايروفيت لكربون دايوكسيد. حلو حلو. أول بايروفيت وحدة هدول وحدة تكسرت وطلعت عندي CO2 قبل ما نتقل صح؟ فصار عندي 2 carbons. المهم فالسايكل بتكمل اوكسيدايز اورجانيك فيول اللي ناتج عن البايروفيت اللي هي الاسيت الكوي. فبالنهاية حينتج عندي 1 ATP، حينتج عندي 3 NADH و1 FADH بير تيرن. مش بالجلوكوز كاملة لا، كل بايروفيت دخلت رح ينتج عنها 1 ATP 3 NADH 1 FADH2. هون أول مرة بسمع بكلمة FADH2. تمام؟ لاحظوا معي، ركزوا معي حبايبي. المهم أو لا مش حبايبي، المهم ال FADH2 أول مرة طلعت وين؟ اسمها في السيتريك أسيد سايكل. تمام. NADH والله طلعت كذا مرة، طلعت معنا في الجلايكوليسيس، طلع عندي 2 NADH صح؟ صح. وطلع عندي قبل ما ندخل على السيتريك أسيد سايكل قديش؟ 2 NADH لكل بايروفيت واحدة، فصار بالنهاية صار عندي 4 NADH. تمام. بالسيتريك أسيد سايكل طلع عندي بكل بايروفيت 3 NADH. تمام. فصار عندي 7 NADH للبايروفيت الواحدة. تمام. وكمان بايروفيت 10 NADH. بالنهاية عن الجلوكوز كم NADH بينتج عندي؟ 10 NADH. إجاكم سؤال في الكويز ترى على اللي بعده، شاطرين. المهم البايروفيت الجلوكوز يعني بينتج عنها 2 NADH، يعني تضربوا لي يا حبايبي يا شطورين. المهم تضربوا لي هاي باثنين ناتج عن الجلوكوز، هذول نواتج الجلوكوز تضربوا ليهم في اثنين. تمام تمام. طبعا السيتريك اسيد سايكل هاي سايكل حتزهقوها في البايوكيم، هي بتتكون من 7 خطوات. طبعا كل خطوه في انزيم بيشغلها. طبعا شو يا جماعه، هون مش مطلوب حفظ الانزيمات،